يقول يلا دخيلك من صواديف الأيام ومشاكل الدنيا ودورة عصورة كنك بها عزاه في معرض أفلام وتظهر لك الدنيا من الوقت صورة عجزت تصدق والجمل طاح ما قام وجمالته تدعي عليه بثبوره الناس صارت يعرب عدة أقسام وكل سعى فيها ليثبت حضوره بالحق ولا العق ما تفرقه كام وقت غبر كل يجاهر بدوره حتى غدينا بين بايع وسوام يلا سترك من توالي شروره شبابنا صاروا عدات للإسلام ومطمع الفكر صار للاسم عوره والله فلا يعقل ولا هي بالأحلام نخاف بالمسجد وتام مدوره والله فلا يعقل ولا هي بالأحلام تخاف بالمسجد وتام مدوره شوفها بيوت الله تفجر بالألغام والركع السجد دماه مهدوره للوالدين جروح وهموم وسقام وحقوقهم للوالدين جروح وهموم وسقام وحقوقهم طارت معول طيوره يا ويلكم يا جاحدة كثرة الأنعام في ماقف عند الكريم بحضوره ويش العذر لا تزيد في حق الأيتام وأبوانهم وقت الصلاة مغدوره ويش العذر للمسجد اللي بهت قام طاعة علي مشان كل يزوره والله والله شوه ودين الإسلام يلا سترك والزمن بان جوره الله يعز الدين بالشرع وأحكام فيها التسامح والعدل والمشورة وامن وأمان وعزة ظلها دام على ديار بالصلاح معمورة صلاة ربي عد محسوب الأرقام على الرسول اللي هدانا النور. السلام عليكم.